Sí, es el último serie. Alors, Kim Jefferson, Ken Jogo, Paulo, Luciano, Emerson, Demetrius, Marco Daniel. انا اللي عندي هنايا ثلاث صور ديالهم راه عندي، ممكن نعطيهم راهم اللي لاحظتهم في هنا، راه كاينين في بعض اللاعبين منهم. انت اللي حيت الفورمه دابا هذا اللي لعب في اولمبيك اليوم. انا الشيء اللي وقع السنه الفريطه الاخوان قلتوا بان نجم المنتخب البرازيلي غادي يعود للعرش، غادي يلعب ومجتمع المدينه العرش ركز على الصيغه هذه. ومين وصلنا للملعب بداو كيكذبوا الخبر بان كذبتوا ودرتوا وفعلتوا. هذا بالنسبة لنا سي المدرب، بالنسبة لهاد المشكلة هذا حنا كنعترفوا به لأنه وقع خطأ في هذه المسألة ديال اللاعبين، وقع في هذا التواصل. شنو المشكل فين كان أصل المشكل؟ هو في الصور اللي دات، الصور اللي كانت كانوا فيها مجموعة اللاعبين اللي هو بحال ريفالدو بحال طبعا بحال ما جاوش، هذا خطأ وقع فيه المنظمين وقعوا فيه، حنا كنعترفنا به في ساعتها. أنا شخصيا كنت شفت هذه المسألة هذه وعيطت الإخوان قلت لهم أنه راه هادشي ما يمكنش، حتى لأنك تعتبر بحال كاذب. هنايا هذيك بحسن النية، هذيك بحسن النية اعتبر انه مجموعة ديال اللاعبين البرازيليين غادي يحضروا معنا هنايا في الدار. هاد المرة هادي حنا حاولنا أن نتفاداو هاد المشكل هذا، عندنا لائحة اللي هي المعتمدة من عند جمعية أمرك، هاد اللائحة هي اللي غادي تكون حاضرة معنا، فيها مجموعة ديال الأسماء. غير دابا اللي بغينا نوصلوا هو أنه هاد اللاعبين اللي حاضرين معنا هما ماشي لاعبين عاديين، هما لاعبين لعبوا في فرق كبيرة بحال البي إس جي، في ليوني، كاين اللاعبين اللي هما دوليين يعني احترفوا بعد ويمكن سالوا من الاحتراف. المهم مؤخرا كاين لاعبين عندهم 39 38 سنه يلاه يعني يلاه سالوا من الاحتراف ديالهم. الو حنا المشكل اللي كان وقع مره اخرى وحاولنا نتفاداوه، لان الناس قالت بانه حنا تعمدنا ندخلوا هذوك باش نجيبوا الجمهور وهذا، حيت انا هذيك بالنسبه لنا كان واحد المساله عفويه، حنا مساله عفويه بالنسبه لنا. ولي جينا ننظف الواقع، حنا المنتخب البرازيلي الان شكون اللي كيعرف لاعب لعب في المونديال؟ لعب في البلاصه ديال في الجوج اللي دروات، لعب بلاصه داني الفيس، وبغيت نشوف واحد هنا كيعرفوا سميتو في الفريق اللي كان كيلعب هذا لا مازال كيلعب ولعب في المنتخب في المونديال ديال روسيا، ما كيعرفوش. الو الفريق البرازيلي عندهم مجموعه من اللاعبين واحد الترسانه كبيره، ما كاينش تحصره وكتلقى اسماء متشابهه، هاد المره هذه ان شاء الله هما غادي تكون اللائحه غادي توصلوا بها. وكاينه الصور ديال اللاعبين من الاقمصه ديال الانديه اللي لعبوا معاها، هي نجوم كبيره. الى جينا نبحثوا على النجوم على الاسماء ديال ريفالدو ولا رونالدو، تاكد انك راه مستحيل تجيبهم ودير واحد النشاط بحال هكذا وترجع من شي حاجه، لانه الناس عندهم متطلبات ماديه كبيره، ما يمكنلكش. راه حاولنا دعا النت، غادي نقول لك لاعب 30 مليون باش نجي انت يا هذا المهرجان كامل كتمنع لك تدخل واحد 10 مليون ولا 15 مليون غادي تجيب لك اللاعب بحال هكذا، ما يمكنش. السؤال الاخير اسمح لي كنتفضل، لعبوا في الدوري الانجليزي عندهم علاقات قويه وطيده معاهم، الوغ هو الاختيار كان ديالو وكان يسهل عليه انه يجمع هذا الفريق عليه عندك شي زياده حتى ان جيفرسون اللي هو العميل ديال الفريق كيمارس مع عبسام ودو باش كان في نونسي في نفس الفريق هو وياه، دونك بقات واحد العلاقه بيناتهم قريبه وجيفرسون هو اللي كيأثر هذا الفريق هذا و فالونسيا ماشي نونسي ها فالونسيا كان كلوب في الدوري الفرنسي اي فالونسيا وهاد البرازيليانز هاد العام انا واحد القضيه اللي هما اللي عرضوا راسهم علينا هما ذاك العام باش جاو حسوا واحد الارتباط وهاد هما وكنا نقاسم الى هاد كان في الوقت واحد الاتجاه في واحد الفريق واحد اخر بلا ما نذكروا واحد المنتخب واحد اللاعبين يمكن ربما يكون في سنه اخرى وهاد اللاعبين هما مع الوقت هما بحال اللي فرضوا راسهم علينا قالت حنا بغينا نعاود نجيب غنحاولوا كيفاش نتعاونوا دايوغ كاينه ان بارتي ديال البيضافيو اللي هما اللي تلفوا المزاري ديالها شخصيا باش يجيب يعني حتى هما بحال اللي بغاو يعاودوا يجدوا هذا اللقاء مع البابا علاش مشينا في هذا الاتجاه وخلينا ما بغيناش ما نقدرش نقول لهم هذه ولا هذه دونك بقى تشوف هذه المسائل حتى قلنا ان شاء الله حتى العام الاخر يكون حاجه اخرى ان شاء الله راه ما هذه يكون فيه حتى شي واحد كيدور الا الناس تاع الصحافه وواحد اللي مكلفين بواحد لي بوان يعني حتى حنايا دابا في الخدمه اللي درنا اللي جرات عندنا واحد الملعب ودرنا البلاصه فين يكون كل واحد في السيكوريتي نعطيكم بعد بعجاله الى بغيتو بعد المراحل ديال هذا ما يدخل كما قلت السيد العامل هذه يدخل واحد اللي فيه 65 الناس اللي هما الرسميين رؤساء المصالح دكو ولا كان يكون حتى مستعين حتى السفير البرازيلي مستعين من طرف البرازيلي ماشي من طرف البرازيلي تاع السفير يعطوني محاضر وهذا يكون العامل بطبيعه الحال ورئيس المجالس والمنتدى الجامعه الملكيه
بون هذا اللي هي ان شاء الله. بالنسبه للداخل الملعب كنتمنى ان شاء الله الصحفيين حتى هما يفهموا هذه الوضعيه هذه. حنا خدينا الترتيبات ديالنا، حنا في داخل الملعب كاين جوج مسؤولين ديال الصحافه اللي هما الاخوان المنظمين ديالنا اللي غيكونوا لابسين واحد التوني زرقاء، كاين الاخوان اللي يكونوا على برا التوني صفراء التوني زرقاء، هما المنظمين اللي يكونوا الداخل. هاد الاخوان اللي يكونوا غادي يكونوا جايبين واحد لاكورد تما ريتور شتو وقال لنا كلكم شتو هاد الصوره ديال الملعب في الجيتيك، غادي يكونوا هنا هنا الوسط غادي يكون طريق حال الدخول ديال السيد العزيز والاخوان، غادي يكون واحد الطرف ديال الاخوان الصحفيين على اليمين وطرف على اليسار. نتمنى ان شاء الله ما يكونش تزودات من فوت القنبه على الانسان باش هذه كامله وياخذ الصور باش تبقى المسائل ما يبقاش داك الصداع. وان شاء الله بعد ما هذه تتم تسليم على اللاعبين ورجع السيد العامل المنصه ديالو ونؤديو النشيد الوطني، هذوك الوليدات الصغار اللي في المركز ديال المركز الوفاق وديال هذا غادي يخرجوا باش يمشيو للرئيسات ديالهم راهما التغيير والبورطان. ونتمنى ان شاء الله ان الاخوان الصحفيين كلهم يلتزموا ويمشيو للبلايصات ديالهم. حنا غنكون دايرين كراسي خاصه بالناس تاع الصحافه على اليمين وعلى الشمال هنايا باش يبغي يبقاو جالسين في المقاعد يبغي ياخذ تلتاح الصور المقابله وداك الشيء. وملي تسالي مقابله نهائيه ان شاء الله غادي يكونوا جوج ديال المناظر هنايا فيهم هاد لي بوستر هكا يكونوا جوج هنا واحد هنا اللي غادي يكون فيهم المسؤولين عن بحال كتقول ناطقين رسميين بسميه هذاك التظاهره 100% يكون سي عبد السلام والدو ومعاه البريزيل وبالنص في الجانب الاخر يكون السيد بدو الزكي ومعاه النائب تاع الفريق ولا شي حاجه. كنظن الله يجعل معاه الاهتمام كنلاحظوا حتى في المباراه الكبيره ديال العالم اللي كيما ماشي فرقه كلها كتهضر اللي كتسالي مقابله كيختار واحد اللاعب وكيجي يدير مع السجون كيسالي. دوك غنحاول ان شاء الله في هذا الاتجاه هذا ملي تسالي المقابله وتسالي وتوزيع الجوائز راه هذوك المسؤولين على كما قلنا بالنسبه لهذوك راه غادي يجيو للبلايصات ديالهم شنو معنا بيك تسعد عطوا الاسئله اللي بغيتو ليهم بطبيعه الحال يكون واحد الحاجز باش ما يعطي الاسئله ديالك ان شاء الله. دونك من ناحيه سابقه من ناحيه ديال التنظيميه الداخليه حنا ان شاء الله ضابطينها نتمنى الله غير من الجهه الاخرى حتى هو يكون التفاهم ديال الاخوان ما يبقاش حيت ذاك العام انا راه بعد تجاوزات الاخوان الصحفيين كيبغي يمشي يبغي يوصل عند العاده كيبغي يهضر. بالنسبه للمنظمين ما تحسش كاين هذيك النضج التنظيمي بمعنى كتبر واحد اللي مسؤول التنظيم كيغوت على الصغير الصغير كيغوت يعني كتبر كلشي كيغوت علاش باش ينظموا بمعنى يعني تظاهره بحال هذه راه هي راقيه بزاف وعندها واحد الميزان كبير واحد الوزن بمعنى حتى المنظم خصو يكون مهيئ فيزيولوجيا نفسيا كذا 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 باش يتحكم في صوب الامور بمعنى بلا ما يغوت بلا ما يحكر على الاخر بلا ما يحس الرساله تكون مزيونه الاخر يتفهمها خصو يكون النضج صنيشار حتى الشخصيات اللي كتكون عندها تاثير ما يكونش واحد عندنا الناس اللي غادي تكون في الفيستير مع اللاعبين، عندنا الناس اللي غادي تشوف مع الصحافه، عندنا الناس اللي غادي تنظم الجمهور في الـ في الـ في لي تريبيون في المفرده، عندنا الناس اللي غادي تكون في الباب اللي غادي تستقبل الاوراق وهذا. الو حنايا وزعنا لي طاش هنايا في الدار مشينا للمعين ما كان بلا وزعنا لي طاش وعاد قلبنا على الناس اللي غادي دير لنا العمليه بحال كاين هنايا الناس اللي غادي تكون لابسه الزرق اللي غادي كذلك غادي يكون كل واحد مسؤول على واحد العمل لان العمل كامل في الملعب شنو هو الدخول ديال الجمهور في التنظيم ديالهم في لي تريبيون كيفاش غادي يجلسوا هذا باش يكونوا داكشي منظم. كاينه واحد المنصه الشرفيه اللي غادي يكون فيها السيد الامين كاينه واحد اللي غادي يكون غادي يقبلها وكاينه لي باساج اللي عندنا وسط التيران باش الجمهور ما يبقاش ينقز من هنا لهنايا. انا هادو هما لي طاش اللي عندنا حطينا الناس ديالنا تما كاين اللي في البلاصه ديالهم باش ما يكونش هادشي اللي طرا السنه اللي فاتت. يعني كل واحد مثلا انا بالنسبه ليا عندي لاطاش ديالي هو الكيشي والبيبان الوغ انا ما غاديش تلقاني كندور في التيران ولا واقف ما غاديش تشوفني كاع في التيران ما غاديش تشوفني على برا كنشوف الدخول والخروج ديال الجمهور وبان يكون داكشي منظم وهذا الا كاين شي عرقله ولا شي حاجه نفكها هادشي اللي كاين كل واحد اللي عنده شي طاش راه غادي يكون فيها
الراجل اللي هضر عليه لا ما غاديش يقول انا يمكن لي عندي واحد خمسه ديال الاخوان الناس اللي غادي يكونوا في الميدان ولا غادي نهضر معاهم مباشره غادي نناقشوا يهضروا معايا انا ما يهضروش مع لا منير ولا يهضروا معايا انا مباشره غادي نتناقشوا لكن شي مشكل كنحلوه دورنا حاولنا اننا نتفاداو هذا الاستفاده زعما التجربه اللي جات لينا حنا البلاصه هذه ما تخدم العب مع المنصه تكون محصنه باش ما يوقعش شي انكوزيسيو من برا وهذه والباب ديال الملعب غتكون مسدوده فيها واحد الناس اللي ما كيعرفوا حتى واحد يدخلوا صحاب واحد لي باج بعدين الصحافيين الفو يدخلوا دخلوا سدوا الباب ما يسالوش يمشيو يسوقوا البلاصه ديالهم ما يخرجوا على برا دونك هذه المساله ديال حنا بون الصحافيين كنظن بان الصحافيين كانوا بزاف باش ما نحسن الكره باش يكونوا كافيين الناس الصحافيين كيكونوا زوج واحد المصوره واحد لا بالنسبه للمحاضره ما كملتش الحديث ما كملتش تقدر السؤال ديالو ما نكمل على الجواب ديالو السؤال ديال بالنسبه للاعلان في المدينه اعلان في المدينه اليوم ان شاء الله غادي يكون عندنا لي بوندرول يتعلقوا في المدينه كلها بوندرول كبارين شفتوهم هذا وهادو بحال هادو هاد الملتقى ديال اثر وهادي يكونوا معلقين في جميع المقاهي مرجان مسائل كاين كاين هذا الاخر كاين واحد خمسه ديال نقاط البيع اللي مزيان عفوا الناس هما المطعم ديال خي احمد هادي يكون فيه التذاكر صيدليه ابن خلدون لا مكرم موبيل محل ديال مكرم كاين مقهى بالوما اللي في الصعيد الوطني ومكتبه الاهرام هادو خمسه ديال النقاط ديالنا في المدينه اللي يكون فيهم لي تيكي كيتباعوا من ابتداء من غدا ان شاء الله ان شاء الله وهذه وبطبيعه الحال هادي تفرقوا دي فلاير صغارين بحال هادوك الثمن ديال لي تيكي الثمن ديال كي بحال العام اللي فات كاين داك المنصه ب 20 درهم منصه المغطاه ب 50 درهم وكاين واحد البلايص واحد 160 بلاصه هادو بلايص محدودين كيتباعوا ب 200 درهم البلاصه في هاد فيها 160 درهم خاصين مراتك خاصه مراتك خاصه كتسمى كتسمى في اي بي فوالا هذيك فيها عندها واحد التريتمون سبيسيال شويه وهذا فيها بقى نعم بالنسبه للجانب الفني الجانب الفني هذوك الصنباله راه شي كنظن لقاو الاقبال بزاف والناس عجبوهم وطلبوه منا بزاف دونك غادي نعاود نجيبوهم ان شاء الله فرقه محليه او شباب ونشجعوهم حنايا لا وكاين واحد شويه تجارب مع البرازيل مع الصامبا هذا دوك والاخوان وكاين الدقه المراكشيه كاين حميد وكاين ميتو وكاين حميد ميتو هذيك هذيك ان شاء الله تاعهم وهي نهار ديال يوم 25 اللي غيكون هو يوم الاربعاء 25 اللاعبين البرازيل عندهم واحد مع بعض اللاعبين المغاربه يكونوا حاضرين ديجا في عرض ديال اللاعبين منهم سي اسلام والدو غادي يمشيو للقصر الكبير مع واحد الجمعيه جمعيه التنميه ديال القصر الكبير اللي هي خاصه بكره القدم للاطفال وغادي يبقى واحد الورش ديال التدريب ديال الفريق البرازيلي لذاك الاطفال ويكون واحد الغداء احتفاليه مع بين عدد الجمعيه ديال القصر الكبير هادشي يوم الاربعاء 25 يوم الخميس 26 يوليو على الساعه 11 صباحا كاين زياره للمركز الوفاق من طرف لاعبين البرازيل وبعض اللاعبين المغاربه اللي يكونوا ديجا كاينين هنا يكونوا هنا يوصلوا هذه جو واحد الصبحيه هنايا غتكون في المركز باش تلاقوا مع الوليدات ومع الوالدين ديالهم وغادي تكون واحد العروض هنايا ديال الاطفال المركز يعني فنيه و وبعض الرقصات ديال الاطفال المركز وتلاقاو الاخوان بعضياتهم وغادي واحد الحفل شاي على شرف الضيوف يوم الخميس الصباح الخميس نفس اليوم على الساعة السابعة السابعة والنصف مساء الساعة سبعة ونص ديال العشية غتكون ندوة صحفية في لوطيل فندق بوغ ليكسوس ديال ليفل بورت طبعا الحال هذا ان شاء الله اللي باج عندكم على الدرب سي سبعي راكم مشاهدين باش يكون داك الندوه صحفيه ان شاء الله اللي يكون في هذا الصح حاضرين ان شاء الله الخميس غادي يكونوا الخميس الصباح عندهم اللي باج غادي الخميس عندهم فاش يكونوا الناس ماشي عارف يقدر يعرفوا من قبل كاع من قبل بياس اللي حنا نهار الخميس كان الحل الخميس يكونوا بلي باج فاش يجيو المركز من هنا يجيو بلي باج من هنا حنا غادي نتواصلوا مع شنو اخيرا هذه يكون ان شاء الله اليوم الجمعه نعم مع
الخمسة العشية مقابلة لياتكم في مركز الوفاق اللي الملعب البلدي عفوا في الملعب البلدي واللي مطلوب ان شاء الله تكونوا قبلتم على الساعة لان هذه يكونوا بعد مقابلة مصغرة بعد انشطة مقابلة مصغرة بين اطفال الوفاق مع اللاعبين غادي الساعة الرابعة يبدا الانشطة داكور وان شاء الله تكونوا في الملعب البلدي وملي سالا ان شاء الله الله يبلغنا بخير وعلى خير لكم وين كاين لا ليست مغربه ديجا محسومه لا ليست على البرازيليين هنا هي محسومه كلكم تديفيزيو راه كاين الفجوه كاين لا شي حد ديرها ولا حد مغربه مزيان محسومه لا خبر من لا هذوك اللاعبين باش عرفوا سيدي اكرام هذوك اللاعبين تم اتصال بواحد اللاعب من الكاين هذه وطلب 70 مليون باش يجي غير يحضر الفتحه اللي يدور كبير الاسماء ديالهم ومع اخر واحد يجي يشوف كيف باش الشكل راه ولا تبارك الله فيه كان مخصوص سي عصام ودو كيدير جميع الجهود ديال الميديا اسمع لها ليها مع حساب معاكم دي مون حتى كلشي مسافر وكلشي حاجه تما وهذا ولو تعطروا له انا حتى باش يسمع لنا ما عليك انا هذو لعيبه كلهم تبارك الله عليهم فرقه كبيره ديك اللائحه ثاني اللي كاينه عندكم ديال اللاعبين ديال البرازيل ولا اللاعبين ديال المنتخب هي اللي كاينه اليوم في حاضره الا في حاله القوه القاهره راه ما يعني بحال جاتو عندنا بالنسبه لي ماشي ضروري ندخل نتفرج ونشوف فلان ولا فرق فلان ماشي ضروري نقدر نشوف الصفر مع الاحمر ولا غير الاحمر المهم جوج كي دارتو المهم عطا واحد النتوج فرجه ممتعه ونخرجوا بحالنا العريشيين معروفين بهذه في محافظات كثيره فينا انتقاد فينا بزاف ولكن في الوقيته ديال الخدمه كانوا نخدموا والدليل هو الاخوان كاملين واحد المجموعه ديال المبادرات باسلوب بسيط خرجنا الاخر جمعنا ونتمنى ان حتى كما قال انوار ما يكون حتى شي سوء تفاهم من طرف شي جهه معينه لا هذا غادي يصحح لنا حد لا غير فلان لا غير فلان وبالتالي ما بغينا نقلقوا حتى واحد حيت هذا شنو هو ان في الاخر يكون منتوج وانا عندي واحد النصيحه على اساس ان اخراج ديال البلاغ الصحفي ديال المنتقى الكروي نتمنى ان شاء الله ان جميع الساكنين يكونوا مقتنعين بها وان جميع الحاضرين يكونوا مقتنعين بها هو ان داك السيد ولا داك السيده ولا داك الطفل ولا داك الطفله اللي كيجيو وكيخلصوا 20 درهم ولا 50 درهم باش يدخلوا يتفرجوا في المقابله راه البيت الهدف الاول ماشي هو باش يتفرج في الكره انه غادي يعاون واحد الجمعيه داك البركه اللي كيعطيوها لو قال لها 20 درهم ولا 50 درهم كيعاون بها واحد الجمعيه اللي فيها اطفال معاقين وباش باش باش تروج المركز للسلامه الصحيه هذا راه هو هذا هدف نبيل واسمى من انا كنتفرج في مقابلات كره قدم محضه يعني هذوك الناس اللي كيجيو كنشكرهم حنا قبل ما يجيو انهم كيساهموا في مساعده الجمعيه ملي كتبقى المقابله طريقه باش نجمعوا هاد الاخوان اللي يحضروا ويتفرجوا ويكونوا عندهم واحد الاحتفاليه كبيره من الهدف الكبير هو ان الناس اللي جايين لاعبين كبار اللي جايين لا المغاربه ولا البرازيليين جايين باش يعاونوا هذا المركز وهاد الاطفال اذا والاخوان ديال امروك حتى هما هذوك المجهود اللي كيديروا راه بالعكس انا كنعيش العيش معاهم جميع الاتصالات راه تبارك الله راه نادر المحققين واحد المجهود كبير في انجلترا باش يعاونوا هادشي كله علاش باش يجمعوا هذوك البركه ويعاونوا بهذا المركز راه